أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلمانية أن مملكة البحرين وبقيادة جلالة ملك البلاد المعظم تعلن على الدوام موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وجدد رئيس مجلس النواب موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى توفير الحماية للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس الشريف، مشيرا إلى أهمية تبني المجتمع البرلماني الدولي الدعوة الملكية السامية التي أطلقها جلالة ملك البلاد المعظم لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، على أن تتضمن الاتفاقية منع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة مستجدات الأوضاع في دولة فلسطين الشقيقة. وأوضح معاليه أن قضية فلسطين تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين وتأكيدها المستمر على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين، والتمسك بالسلام باعتباره خيارا استراتيجيا ضمن مبادرة السلام العربية.